مساء الخير مشاهدينا، واهلا بكم يوم جديد وحلقه جديده وبرنامجكم مع شيرين. مشاهدينا، النهارده يوم الثلاث 11 من اغسطس 2020 و21 منذ الحجه 1441. كوفيد 19 طبعا محيرنا، وهو شبح فعلا على مستوى العالم كله، ودايما نقول يا ترى هنلاقي مصل او لقاح لهذا الفيروس اللي احنا دايما نقول مش عارفين الحل ايه. طبعا احنا قعدنا فتره طويله جدا في البيت، دي اجراءات احترازيه وقائيه طبعا لكل العالم علشان هو وباء طبعا، فاحنا ما نقدرش نتبع غير الاجراءات دي لكل دوله. ولكن دلوقتي روسيا لقت لقاح، يعني لقت تسجيل لقاح، أول لقاح في العالم لفيروس كورونا في روسيا هيكون في شهر، لا أغسطس ده 12. فطبعا يعني الواحد مش عارف فعلا إن اللقاح ده هيكون حقيقي أو ممكن يساعد البشرية في كوفيد 19. هنسجل، روسيا هتسجل اللقاح على مستوى العالم، وكل دولة هتحاول إن هي تشوف الإجراءات الوقائية طبعا اللي لازم تتبعها وتتخذها للحفاظ على الصحة والأمن طبعا. شيء مهم جدا جدا إن احنا نفضل نستمر في الإجراءات الاحترازية، ان احنا نلبس الكمامات، ان احنا طبعا ناخد بالنا كويس جدا من التباعد الجسدي، ناخد بالنا طبعا من كل الاجراءات الاحترازيه، لان في الاخر العدد زاد، دي مشكله كبيره هتقابلنا، ويا رب يعدي على خير. وكل فتره بنلاقي مصل او لقاح، فطبعا احنا بنحاول ان احنا نمشي في الاجراءات الوقائيه كويس جدا. طبعا انا دايما اقول هو عدو مشترك للبشريه كلها وليس له حدود جغرافيه، علشان كده يعني بيوصل للعالم كله، والعالم كله في قلق وتوتر، ومعظم الدول اللي بدات تنزل وتشتغل بقى نسبه الاصابات زادت شويه، ولعله خير في الفتره الاخيره طبعا هنشوف ايه المصل اللي هتسجله روسيا بكره ان شاء الله 12 اغسطس على مستوى العالم كله. طبعا كل ده دولة بتختلف من دولة لدولة، هل هو هيتطبق على أنهي دولة على حسب البيئة وعلى حسب المناخ طبعا وكل حاجة خاصة بالدولة. فالتجارب السريرية احنا لسه ماشيين فيها ولسه بنتابع، ويا رب خير إن شاء الله. طيب النهاردة مشاهدينا أول يوم في انتخابات مجلس الشيوخ سنة 2020، فطبعا دي شيء مهم جدا ان احنا ننزل ونشارك في انتخابات مجلس الشيوخ، لان طبعا ده حق وطن علينا، الوطن علينا حق ان احنا نتابع معاهم ونشوف ايه الاجراءات اللي لازم نتبعها في الفتره دي طبعا. وهو الانتخابات بتقعد يومين، يوم 11 ويوم 12 اغسطس، فعايزين ننزل ونشارك، وطبعا صوتك أمانة، وان انت ليك حق الاختيار في اي مرشح طبعا. هيكون معانا على الهاتف الصحفي محمود شاكر، هيكون معانا طيب هيكون معانا وهنتواصل معاه دلوقتي، وخصوصا ان احنا عايزين نعرف ايه هي الاجراءات الاحترازيه اللي بتتبعها الدوله طبعا للحفاظ على صحه المواطن، دي حاجه. الحاجه التانيه عايزين نشوف نسبه المواطنين ايه في اول يوم، طبعا بتبقى النسبه قليله شويه، ولكن علينا ان احنا ننزل ونشارك في المشاركه الجميله دي للاستقرار الامن والامان في البلد طبعا، وده شيء مهم جدا ولازم ناخد بالنا واحنا نازلين. نلبس الكمامات دي اول حاجه، ان احنا كمان نحاول ان احنا يكون في تباعد ما بين شخص واخر. لازم طبعا ان احنا ناخد بالنا كويس جدا من الاجراءات دي، لان كوفيد 19 لسه مسيطر على الاجواء العامه وعلى العالم كله، وان شاء الله يعدي على خير طبعا. الانتخابات مجلس الشيوخ سنه 2020 احنا زي ما قلنا هو يومين، النهارده اول يوم طبعا خارج جمهوريه مصر العربيه، كان يوم الاحد والاثنين،
ودلوقتي هنا داخل جمهورية مصر العربية يوم الثلاث والأربع، والأربع آخر يوم، فننزل فعلا ونشارك ونحاول إن إحنا نساهم كأنا مواطن ليا الحقوق، وإن أنا أنزل وأشارك في انتخابات مجلس الشيوخ، لأن طبعا أنت بتقدم حاجة جميلة جدا للوطن ولبلدك، وإن أنت تساعد إن اللي أنت هتنتخبه دوت بيتكلم بلسانك عن الدايرة بتاعتك، سواء كان في محافظة أو في أي مكان ممكن إن هو يتكلم عن الموضوع الخاص بالمكان اللي أنت انتخبته فيه طبعا. وده شيء مهم جدا جدا، لان طبعا احنا بنحاول نتقدم وبنحاول ان احنا نقف على رجلينا طبعا بعد الكوفيد 19، وقعدنا فتره طويله جدا في البيت، ولازم ننزل ونساهم ونشتغل والدنيا تتحرك معانا طبعا. ده شيء مهم جدا جدا، فان احنا كدوله لازم ان انت تحافظ على بلدك بطريقتك وباسلوبك، لان احنا زي ما شايفين دلوقتي العالم كله بيتغير، وبقى في اجراءات لكل دوله طبعا بتتبعها وبتمشي عليها، لان طبعا بعد كوفيد 19 علمنا يعني ايه ان انت تحافظ على بلدك، يعني ان انت تحافظ على كل حاجه فيها، حتى ولو بكلمه، حتى الكلمه دي بتفرق طبعا من شخص لاخر، بتفرق في حاجات كتيره جدا جدا، ان انت ازاي تقف وتساعد في بلدك وان انت تطلعها لفوق معاك. دلوقتي احنا من اول 2020 حاسين بان في كوارث، يعني ناس كتيره جدا بتسمي ده عامل حزن، عامل يعني الاكتئاب، كلنا طالعين من كوفيد 19 ولسه مش عارفين ان احنا هنعمل ايه، ولا الشغل ماشي ازاي كمان، يعني في ناس كتيره لغايه دلوقتي لسه بتستمر وتقول يعني ربنا يسهل في الشغل. طبعا اثر على الاقتصاد واثر على الحاله النفسيه واثر على حاجات كتيره جدا في حياتنا. فبالتالي ان انت لما تتبع الخطوات المظبوطة في حياتك، بعد ما اتعلمنا من كوفيد 19 حاجات كتيرة جدا، ان احنا لازم يبقى عندنا كده وعي وفكر في الحياة اللي جاية بعد كده. وفعلا هو درس كبير جدا جدا من كوفيد 19، ان الانسان لازم ياخد باله في المرحلة اللي جاية ان هو ازاي يمشي باجراءات وخطوات ويخطط لمستقبله ولحياته كلها، عشان ده درس الصراحة احنا ما يعني لازم نستفيد منه كويس جدا جدا في المرحلة اللي جاية دي. طبعا روسيا دلوقتي بدأت ان هي تسجل اللقاح فيروس كورونا على مستوى العالم، فده شيء مهم جدا، ويا رب يتمم على خير، لان قبل كده في كذا دولة بدأت ان هي تسجل برضو لقاح فيروس كورونا، بس للأسف زي ما تقول بيتحور، ممكن ينطبق على شخص وممكن يتعافى وشخص تاني بيبقى صعب عليه، علشان كده هل هيمشي على كل الدول على مستوى العالم اللقاح دوت في يوم 12 أغسطس، ده اللي هنعرفه بكرة إن شاء الله. و يعني من أول السنة لآخر السنة دلوقتي بقينا بنعاني فعلا من كوفيد 19 في حاجات كتيرة جدا، ولغاية دلوقتي لسه بنتبع الإجراءات الوقائية. طبعا في أي مكان لازم نلبس الكمامة، ده شيء مهم جدا، لازم يكون في تباعد، التهوية شيء مهم جدا في البيوت، ونغسل إيدينا باستمرار، ما نستهترش في الموضوع، او ما ناخدهوش كده بروح اللي هو يعني خلاص بقى يعني ما فيش حاجه اسمها كورونا، لا ده فيه، وفي ناس لغايه دلوقتي بيجي لها الفيروس علشان خاطر الاهمال اللي احنا ممكن نعيشه. ولكن في بعض القطاعات وفي بعض المؤسسات لغايه دلوقتي بتحذر، تقول لك لا انت ما تخشش الا لما تكون لابس كمامه، ولازم تكون حاطط كمامه او تلبس ماسك وانت داخل اي مكان. الصراحه يعني ده شيء جميل جدا ان انت لسه بتتبع الاجراءات طبعا والحاجات دي كلها الوقائيه، ده شيء مهم جدا جدا. طيب احنا دلوقتي طبعا في فتره الانتخابات، ده شيء مهم جدا، النهارده طبعا بيبقى الاقبال بسيط شويه يعني على الاماكن والحاجات دي كلها، ويعني الناس لسه لغايه دلوقتي مش عارفه طبعا ان هي تنزل
لان خايفه شويه من كوفيد 19. لا، ولكن في فعلا الدوله بتتبع الاجراءات الوقائيه كويس قوي، وبتخلي كل مكان متعقم كويس. طبعا وسائل الاعلام يعني بتدي نصايح كتيره للمواطن ان هو ينزل ويشارك، لان كل مكان بيبقى فيه تعقيم، وبتقول الدوله بتقوم بمجهودات في الفتره دي لسلامة وأمن المواطن. طبعا ده شيء مهم جدا إن أنت تنزل وتشارك وتتبع الإجراءات الوقائية، ده شيء جميل جدا. وكمان يكون عندنا نمط حياتنا اليومية وسلوكياتنا تتغير، لأن الإجراءات دلوقتي الاحترازية يعني شيء مهم مهم جدا، وإن أنت تتبعها في حياتك ده شيء برضو مهم جدا في حياتنا. مش عشان أزمة كورونا وخلاص، لا يعني هي بتبقى فترة وخلاص ننساها، لا يا ريت تبقى نمط حياتنا اليومية كمان، إن أنت فعلا تاخد بالك من صحتك، لأن ده شيء مهم جدا. طيب مشاهدينا، احنا لسه معانا بنشوف مكالمة من الصحفي، بس عشان نشوف الأجواء ونشوف الأخبار الانتخابات مجلس الشيوخ. معانا؟ طيب، بنتابع معايا لغاية دلوقتي طبعا، وده شيء مهم جدا. طبعا من الصبح من الساعة 9 الإجراءات ماشية، والانتخابات وكل حاجة كانت ماشية بطريقة صحيحة، والمواطن فعلا بيحافظ على صحته وبينزل وبيتبع فعلا الإجراءات، وكل واحد ما بينزلش إلا لما يكون معاه الماسك، ده شيء مهم جدا. يعني احنا بقى عندنا وعي في كل مكان، بس مش في الأماكن العامة أو المؤسسات أو القطاعات، لا بيبقى في كل الأماكن دلوقتي، وخصوصا كمان بعض المحافظات كمان النهاردة الصبح كان عليها إقبال على انتخابات مجلس الشيوخ، وناس كمان الواحد كان شاف كبار السن، يعني كبار السن ليهم دور فعلا جميل جدا ان نازلين وبيشاركوا، لان ده وطنك، لان ده حقك، لان ده صوتك امانه، لازم تنزل وتشارك فيه، بيبقى مهم جدا جدا. يعني الواحد بيشوف كمان كبار السن وهم نازلين، يعني بيقول ده شيء جميل جدا ان انت نازل علشان تقول كلمتك، وان انت فعلا ابن البلد دي، ان انت تقدر تشارك وتقول كلمتك وتنزل فيها. طبعا غير كده لابسين كمامات، يعني مهتمين بالكمامات والإجراءات الوقائية طبعا والاحترازية لسلامتك ولسلامة المواطن، ده برضو بيبقى شيء مهم جدا، والتوعية شيء مهم جدا. طيب احنا هنروح لفاصل مشاهدينا وهنكمل حوارنا، لأن الخطوط داخلة في بعضها، وبعد الفاصل هيكون معانا فقرة مهمة جدا جدا، وهي فقرة السمنة، يعني التغذية، ازاي انت بعد الحاجات دي كلها والحجر الصحي والحظر التجول، وقعدنا شهور في البيت بسبب فيروس كورونا، طبعا بتحس ان انت زدت 5 كيلو 3 كيلو، فيعني الموضوع كله بيتوقف على ان حالتك النفسية كمان بيبقى، ومزاجك بيبقاش مظبوط قوي في الفترة دي. فإحنا خصصنا الحلقة دي إن أنت إزاي هتتبع دايت في الفترة اللي جاية، وكمان في مفاهيم خاطئة عن الدايت لازم نتكلم فيها ونشاركه فيها، وندي توعية للمشاهد إن هو إزاي يتبع دايت في البيت سليم، ويحافظ على صحته ويحافظ على كمان الصحة النفسية. مشاهدينا هنروح لفاصل ونرجع نكمل حوارنا. رجعنا لكم مشاهدينا ولسه مكملين معاكم، والفقره الثانيه الفقره الطبيه، وبنتكلم النهارده عن السمنه. السمنه مشكله كبيره جدا بتقابلنا، وخصوصا كمان بتقابل الاطفال، وبعد بقى فتره كورونا والمشاكل اللي قابلتنا كتير جدا، كل واحد طالع ان هو حاسس ان هو فعلا زايد كام كيلو، فدي مشكله بتقابلنا. غير كده بقى الاوزان الكتيره جدا دي بتاثر على الحاله النفسيه جدا، وبتاثر على كمان الجسم كله يعني. وفي ناس بتتبع
اجراءات تانية اللي هي الدايت بطريقة مختلفة، ده اللي هنتكلم عنه النهاردة، اللي هي مفاهيم خاطئة للدايت. كل واحدة ممكن او شخص حاسس ان هو وزنه زيادة شوية ما بيروحش للدكتور، فبيقول لا ده انا هعمل مع نفسي كده دايت في البيت. فكل ده هنتكلم فيه النهاردة مع ضيفنا اللي مشرفنا، الدكتور احمد عبد الحميد، اخصائي التغذية والسمنة، عضو الجمعية الأمريكية التغذية العلاجية. أهلا بحضرتك دكتور أحمد. اهلا وسهلا بحضرتك واهلا بالساده المشاهدين. بس تصحيحا، احمد عبد المنعم، دكتور احمد عبد المنعم، أستاذ أحمد، دكتور الدكتور احمد أحمد عبد عبد المنعم. المنعم. اهلا النهاردة وسهلا، اهلا كل حاجة، وسهلا، أهلا بحضرتك وشرفتنا يا دكتور أحمد طبعا، وده اهلا شيء وسهلا بحضرتك. مهم جدا وجميل جدا إن احنا نتكلم فيه، خصوصا إن في فعلا ناس بتحاول إن هي تعمل دايت مع نفسها، يعني ما بتبقاش عارفة طبيعة جسمها إيه أول حاجة، بتحاول إن هي تلخبط، وفي الآخر كمان بيلاقوا النتيجة مش متظبطة خالص، يعني بتلاقي برضو ما بيخسوش. ففي البداية عايزين نعرف لمشاهدينا الأخطاء اللي بيقعوا فيها اللي بيعملوا دايت. هو طبعا في البداية كل حد يناسبه دايت معين، يعني مسألة الدايت وانتشار البرامج الغذائية أصبحت موضة أو صيحة، كل الناس بقت بتاخد برنامج غذائي وتمشي عليه مدام شيرين. يعني ممكن برنامج غذائي تلاقي أكتر من حد بيتابعه وأكتر من حد بيمشي عليه. لازم الناس كلها تعرف انه كل حد معين يناسبه برنامج معين، لازم يبقى البرنامج متفصل على مقاسك. وهنا بيبدأ دور أخصائي التغذية، إن أنا حضرتك بقيم الحالة، بقيم حسب الفئة العمرية، حسب الحالة الصحية، حسب المجهود الحركي. دايما بقول كده، يعني في تقييمات كتيرة قوي قوي بناء عليها أنا بقيم احتياجاتك اليومية من السعرات الحرارية. يعني حضرتك شغلك إعلامية أو كشغل مكتبي أو قاعد أكتر على المكتب، بحتاج سعرات حرارية أقل من حد بيعمل مجهود حركي كبير جدا جدا. احتياج الطفل الصغير غير حد كبير، غير الناس آبائنا الكبار في السن، غير الناس اللي هم بيعتمد شغلهم على المجهود الحركي وإن هم ينزلوا لوكيشنز وشغل. فهنا احنا بنقول دايما إن البرنامج الغذائي لازم يكون مناسب ليك أنت ومتصمم عشانك. ما هي المشكلة كمان يا دكتور أحمد، أنت بتلاقي ما عندناش المفهوم ده، الثقافة دي مش موجودة. أنا بالضبط. بفتح السوشيال ميديا بلاقي دواء بقوم واخداه، ما بسألش حتى دكتور، ما بشوفش حتى حضرتك بتقول طبيعة جسمي وكل جسمي بيحتاج لدايت طبعا. معين، فدي المشكلة. ما هو هنا احنا لازم نقول بقى انه اسهل الطرق، الناس دلوقتي بقى بتلجأ كلها انها تروح تاخد ادوية، وهنتكلم طبعا عن الادوية، ان طبعا مش اي دواء يناسب اي حد. انا ممكن حضرتك اخد دواء يضرني، وانا يمكن اتكلمت كتير في فيديوهات وحلقات قبل كده، انه ممكن انت تاخد دواء يضرك ما ينفعكش. يعني في ادوية تنفعني وتخسسني وبدون اي سايد افكتس، وفي دواء ممكن يخسسني لكن يسبب لي مشاكل صحية بعد كده. فأنا بقول دايما ما تاخدش أي دواء تخسيس إلا تحت إشراف طبي كامل ومع دكتور متخصص، علشان يكون عارف حالتك وعارف هو بيديلك إيه. ويفضل طبعا لازم يكون طبعا الدواء اللي انت بتاخده يكون مرخص من وزاره الصحه المصريه، علشان هم الحقيقه بيبقى في معايير معينه اللي بيها اقدر اخد الدواء ده وانا مطمن وانا مرتاح وانا باخده، واضمن ان هو ما يكونش ليه سايد افكتس بعد كده. وكمان يعني بتلاقي السوشيال ميديا مليانه طبعا ومفاهيم ان انت مغلوطه هتخس جدا. في يوم، هتخس في شهر، هتخس، يعني بيحطوا حتى كمان اغراءات صحيح صحيح. للناس يعني بطريقه فظيعه، يعني تحس ان هو لا اجري واشتري على طول. طيب طبعا دكتور احمد، نمسك الاول بقى اول مفهوم خاطئ عن الدايت. من المفاهيم الخاطئه اللي الناس بتيجي دايما تكلمني فيها انه انا باكل وجبه واحده في اليوم، باخد وجبه واحده في اليوم ومع ذلك انا مش بخس. يعني ناس كتير جدا بقت بتهمل او بتسقط وجبه الافطار. يعني حضرتك تصحي من النوم سريعا سريعا، امشي اروح شغلي، خلاص انا ما خدتش وجبه الفطار. في الحاله دي طبعا ده اخطر قرار ممكن تاخده وانت بتتابع تغذيه. ليه؟ لان مدام شيرين الجسم محرك، يعني كانه في محرك، انا قمت الصبح مش هينفع ادور المحرك ده بدون ما ياخد الوقود او البنزين بتاعه. الفطار بمثابه الوقود بتاعك اللي هيمشيك طول اليوم. المشكله اللي بنقع فيها ان انت لو ما اخدتش الفطار معدل الايض او الحرق او التمثيل الغذائي ما بيشتغلش معاك باقي اليوم. يعني حضرتك تنصح بان انا لازم افطر وجبه طبعا كامله وجبه الفطار مهمه جدا جدا
على طبعا اساس ان جسمي فعلا كمان يحرق ويشتغل هو معايا. مش هيشتغل بدون وجبة الفطار. اللي بيحصل ان حضرتك صحيتي مثلا الساعة 7 8 الصبح ونزلنا شغلنا وما خدناش وجبة الفطار، بفضل لغاية الساعة 3 4 العصر لغاية ما ارجع من شغلي ابدأ اجي عند الغداء. في الحالة دي انا بيكون عندي نهم شديد جدا للاكل، وبيكون عندي شراهة للاكل، فهاخد كمية، هستقبل كمية سعرات حرارية عالية جدا جدا، كلها هتتحول لدهون. طيب لو انا اخدت وجبة الفطار وبنصح اخد وجبة خفيفة كمان بين الفطار والغداء، انا بشغل معدل الحرق معايا طول اليوم، وفي نفس الوقت باجي عند وجبة الغداء ما بيكونش فيه نهم للاكل، فانا باكل بالراحة. هنتكلم بقى على فبالتالي حتة الشهية برضو لحضرتك طبعا اللي هي بعد الساعة 7 8 دي بتبقى مشكلة كبيرة جدا. طبعا بصي، موضوع الشهية موضوع شائك جدا جدا، لان الناس كلها بتيجي تشتكي لي انا مش قادر اعمل دايت، انا مش قادر اسيطر على شهيتي، وبالتالي انا هجري اخد ادويه. وهنا الشهيه انا في الحقيقه بقسمها لنوعين، في ناس عندهم شهيه وشراهه للاكل بشكل بيرمننت بشكل دائم، انا دايما عندي شهيه للاكل، انا دايما اجي بالليل بعد الساعه 8 9 او 10 سهران بالليل عايز اخد شوكولاتات وعايز اخد حلويات والشهيه مفتوحه شراهه دايما. ما هي دي ودي فعلا طبعا ودي طبعا فعلا ليها يا حل. دكتور، كمان خصوصا في فترة كوفيد 19 اللي احنا مرينا بيها كلنا ولغاية دلوقتي طبعا طبعا بنمر بيها، طبعا فالأكل مش بيحلى غير بالليل بقى نقعد وفعلا السهر بقى وكلنا عايزين نبدأ ناكل وناخد سكريات كتيرة وما جدا. في وعايزين نخس في نفس الوقت مش عارفين هنعمل ايه. ففي طريقة صحيح او في نصيحة بتقدمها ان احنا نعمل ايه حتى لو عايزين ناكل مثلا؟ يعني بصي حضرتك، هنرجع برضو للنقطة السابقة ليها علاقة بدي، لو انا باخد وجبات طول اليوم من 3 لـ5 وجبات طول اليوم، انا مش هاجي بالليل عندي النهم والشراهه دي. لو انا باخد الفطار كويس وباخد الغداء متوازن وباخد العشاء بتاعي متوازن وباخد وجبتين سناك في النص، يستحيل هاجي بالليل عندي الشهوه الجامحه او الشراهه الكبيره جدا دي للاكل او تناول السكريات. وانا هقول برضو حاجات بسيطه كده تجنبنا الشراهه للاكل بالليل. يعني حضرتك ننظم وقتنا فعلا ننظم للاكل، وقتنا للاكل طبعا شيء مهم جدا، عشان في الاخر ما اجيش بالليل بقى واقعد اكل بالظبط بطريقه واقعد اشتكي واقول ده كله من ايه. ففعلا صحيح تنظيم الوقت للاكل شيء مهم. تمام، عايزك بقى كمان علشان ما تجيش بالليل تاكل اقطع عليك السبل دي، ان انا لما اروح حضرتك اعمل شوبينج للاكل بتاعي اجيب الاكل، ما اجيبش الاكل وانا جعان وانا في حاله جوع، ما نصيحة اروحش حلوة اجيب اكل، قوي. لان انا بروح عايز اشتري الدنيا كلها وهحطها في التلاجة بتاعتي، هاجي بالليل اخد شوكولاتات وحلويات وسكريات واستهلكها بالليل. لا، حط اكل هيلسي في التلاجة، حط خضروات وفواكه، روح اشتري اكل البيت وانت في حاله شبع، عشان هتبقى عندك زهد في الاكل اللي انت بتجيبه. هتجيب السوبر ماركت كله بالظبط، خلي التلاجة يبقى فيها اكل هيلسي دايما. وهقول معلومه بسيطه قوي، بين الوجبات او بالليل لو لقيتي نفسك جعانه قوي وعندك شراهه للاكل، علبة زبادي لايت واحط عليها معلقة شوفان مطحونة او معلقة ردة لو مفيش شوفان، واقطع عليها تفاحة خضراء او اي نوع فاكهة انا بحبه واخده في الوقت ده، ده هيديني احساس بالشبع والامتلاء فترة اطول، هيحسن الهضم في الجسم، البكتيريا النافعة اللي في الزبادي هتنفعني قوي في تحسين حركة الامعاء والهضم، مش هيحصل لي عسر هضم ابدا، وهتلاشى بيها الشراهة للاكل. في نوع تاني من الشهية بيكلموني عنه كتير قوي، عايزين ناخد بالنا منه، ده بيبقى شراهة للأكل بشكل مؤقت أو بنسميه الايموشنال ايتينج، اللي هو إن أنا حضرتك باكل نتيجة إحساس معين، يعني جالي شعور بالغضب، واحدة متخانقة مع جوزها ففي حالة توتر شديد، حالة اكتئاب، حالة طبعا توتر، دي الحالة قلق، الكومون جدا، بجري على طول عايز اكل وعايز اكل شوكولاتات وحلويات وعندي نهم للاكل غير طبيعي. واحد زعلان من مديره وعامل مشكلة بيحط كل مجهوده وبيفش غله كله في الاكل. ده احساس مؤقت عايز بس في حد ناس تتحكم فعلا، فيه. بس في ناس فعلا يا دكتور احمد كده فعلا فعلا بتلاقيهم ان هم لا انا مكتئب، انا قاعد في البيت بقالي فتره طبعا مفيش حاجه غير الاكل. طبعا طب حضرتك تنصحهم بايه حتى لو انا عايز اكل، اكل ايه ممكن؟ هقول لسيادتك على حاجه، هو اولا انت علشان تتخلص من الشعور ده، الشعور ده بيكون لتايم معين في وقت معين وهينتهي، وبيبقى محدد معاه اكل على فكره، يعني وانا متوتر عايز اكل ايه، عايز وانا متضايق وفي حاله ستريس شديد عايز اخد شوكولاتات عايز اخد حلويات، فبتبقى محدوده باكل معين وبوقت معين. وانس ان حضرتك بس اتحكمت في نفسك لمده نص ساعه الشعور ده هيروح خالص، اخد بقى مكانها ساعتها فاكهه، اخد خضروات،
اخد عصير فريش، اخد حاجه تقلل الشعور ده وتهبطه لمده بس 30 دقيقه، فورا هتلاقي الموضوع راح خالص، بدات تفكر، بدات ترجع لصوابك، مش هتاكل الاكل اللي هو هيبدا يعمل لي مشكله وبدون اي فايده. مظبوط. طيب معانا مكالمه. استاذه ساره. الو، مساء الخير. اهلا، مساء النور. اهلا استاذه ساره ابو الفتوح. ايوه اهلا يا حبيبتي، اتفضلي. الدكتور احمد معاكي. اهلا أيوة وسهلا. ايوه دكتور احمد، ازي حضرتك؟ اهلا وسهلا. اهلا وسهلا مدام ساره، اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك. انا كنت عايزه ااكد بس على كلام حضرتك، فعلا حضرتك مع محمد حته ان احنا في البيت ما فيش اي اكل جانك فود ولا اي اكل مضر للصحه، ده بيخليه دايما هو عايز يرمرم، بيرمرم في فاكهه وخضار. طب عنده كام سنه يا استاذه ساره؟ 13 سنه. 13 سنه، ده سن كمان يا دكتور. محمد معايا في العياده في فرع التجمع الخامس، ومحمد من الابطال الصغار اصحاب الاراده القويه. احنا يمكن تتعرض صورته، خس معايا كويس جدا وشكله بقى اجمل واحلى طبعا، وهو جميل طبعا. وثقته بنفسه زادت جدا. صح يا استاذه ساره. فرحان بنفسه، فرحان بشكله، وبقى دلوقتي هو لوحده يعني قدامه اخواته بياكلوا حاجات شوكولاتات وحاجات، وهو لوحده بيختار انه ياكل فاكهه وخضار علشان خاطر هو اللي بيختار، هو عاجبه الستايل ده. طيب او عاجبه نفسه كده. قولي لي يا استاذه ساره، كان وزنه كام وبقى كام دلوقتي؟ محمد ابتدى ب 78 ووصل دلوقتي 72. لا كويس قوي، نزل 6 كيلو بس الحقيقه غيره، لان احنا نازلين دهون. هو برضو بس محمد طوله 171. لا اصل كمان يعني مع طوله، فهو كده وزنه يعني الحمد لله يعني وصل الوزن اللي احنا كنا عايزينه يعني. طبعا وانت ام يا استاذه ساره، وكمان السن ده 13 سنه ما بيستوعبش قوي، بيبقى عايز ياكل وعايز يتحرك زي صحابه، وعايز ان هو ياكل في البيت زي اخواته طبعا، فبيبقى شيء صعب. والام طبعا بتحب صحه ابنها في الاول وفي الاخر طبعا. حسيتي ان 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 تعب عليكي في الاول؟ في الاول طبعا كان طبعا يعني كان تشالنج قوي بالنسبه لي وبالنسبه له، ان هو يقدر يتحكم في نفسه او ان هو يرضى ان هو يتحكم. فلا بصراحه الدكتور احمد بشجعه وتشجيع، انا يعني الحقيقه ما كنتش متخيله ان هو هيستجيب بالسرعه دي، وان هو فعلا دلوقتي هو نفسه تفكيره ان هو عايز ياكل اكل صحي ومش عايز يتخن تاني اللي هو خده لوحده. يعني انا ما بضغطش عليه ومش عايزه ابوشهم ان انا اخل يعني ان انا اكرهه في الاكل، يعني سايبه براحته هو لوحده يا حبيبي الحمد لله يعني بقى بيميل للاكل الصحي اكتر. لو بقينا اصحاب انا وهو، يعني احنا بقينا اصحاب محمد. طبعا بشكرك جدا استاذه ساره، بشكرك ويا ريت تتابعينا بقى بقيه الحلقه. بشكرك جدا طبعا حضرتك، اللقب الجميل يعني انا عرفت اللقب ده، يعني هنحكي لمشاهدينا صانع الرشاقه، يعني انا بقول صانع الابتسامه بقى يا دكتور احمد، لان فعلا في السن ده سن 13 بيبقى صعب جدا جدا ان انت فعلا تقنعه ان هو يعمل رجيم، تقنعه ان هو يخس، تقنعه ان هو يثبت كمان على الوزن بتاعه، ده شيء صعب جدا. طيب تثبيت بقى الوزن ده دي مشكله كبيره جدا بتقابل ناس كتيره طبعا، بعد ما بتخس وتعمل مجهود وتعب، هو ارجع لا ده انا رجعت تاني تخنت، دي مشكله كبيره جدا بتقابل كل اللي عندهم سمنه. هو اولا حضرتك انا طبعا من اول من ينادوا بطبعا ربط التغذيه بالصحه النفسيه مهمه جدا جدا، يعني انا محمد والشباب الصغننين اللي زيه، انا السنه دي بسميها 2020 سنه المراهقين، لان انا جالي عدد كبير جدا من الشباب الصغيرين والبنوتات اللي في سن محمد، وانا الحقيقه بعرف اصاحبهم واتكلم معاهم، لان هو سن حرج قوي قوي، لان انا ببقى عايزه ياخد ثقه في نفسه، يعني يبقى عنده مبدا ان انا اقدر اعمل كل حاجه، انا وزني زاد شويه اقدر اخس، اقدر انزل وزني، والحقيقه محققين نتيجه حلوه، يعني محمد من الشباب الجمال عنده اراده حلوه، في يوسف وفي نور وفي ناس كتيره جدا. هي كمان ملاحظ حضرتك يعني ان الجيل ده كله
سوء تغذية أو فهم خاطئ عن ثقافة طبعا التغذية، يعني هو كله السن ده أكل بيبقى من حرج بره، شوية، عايز يخرج وعايز كله ياكل أكل من وعايز بره يجيب. وكله، وتيجي بقى تشوف صحتهم مفيش، يعني المشكلة دي. فأنت طبعا، طبعا كنت حريص جدا إن هو يعمل دايت وفي نفس الوقت صحته تبقى كويسة، وان هو يقتنع، إن هو طبعا هو ويمشي على الدايت وان الفترة هو الطويلة يقتنع. دي طبعا. بالنسبة لتثبيت الوزن بقى، يعني عايز اقول معلومة هامة جدا جدا، مفيش دايت يضمن ليك رشاقة أبدية. يعني أنا حضرتك مش همسك عصاية سحرية أديها لك، أنا خسستك 30 كيلو، أنا في ناس نازلة معايا 30 و40 كيلو بالمناسبة، وبقالهم سنة الحمد لله وسنتين وثلاثة بيجوا مش بيزيد وزنهم. القصة كلها إن أنا آخد كالتشر جديدة وأنا شغال، يعني أنا وأنا بشتغل معاه حضرتك جيتي عندك 20 30 كيلو زيادة في الوزن، ببقى حريص إن أنا أديكي ثقافة غذائية. كل ما نقعد مع بعض، كل ما نقعد مع بعض زيارة كل أسبوع، آخد فيها معلومات جديدة واغير عاداتك وسلوكياتك. يبقى انا عندي هدف كبير، انا عايز اوصل لوزن كويس واستمر عليه. كل اللي احنا مشينا عليه فترة النزول في الوزن يكسبني عادات وسلوكيات جديدة صحية امشي عليها بعد كده. هو ده ايه المظبوط. المانع ان انا افطر واتغدى واتعشى واكل اكل صحي سليم، وخصوصا ان انا حاطط الشعار بتاعي بدون حرمان، يعني كل العناصر الغذائية مدام شيرين، كل العناصر الغذائية أنا بمشي بالهرم الغذائي، برامج متوازنة. هنيجي دلوقتي الأنواع كتير دلوقتي في البرامج، بقت يعني صيحات كتيرة. احنا لازم ناخد من حضرتك برنامج نديله إن للمشاهدين، شاء لان الله هم طبعا. طبعا بس معانا مداخلة تليفونية مع الاستاذ كريم. اهلا بحضرتك. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا دكتور احمد؟ اهلا اهلا وسهلا، اهلا. اهلا وسهلا كريم، انا بحب اشكر الشاب الجميل. اللايف نيوتريشن كله اللي هم ساعدوني في 4 شهور، قدرت اخس 27 كيلو ونص. و بقول لكل الناس اللي عايزه تخس يعني ينفع تيجوا، الكرة كلها افيلبل يعني موجوده. شكرا. وبشكر تاني برضو دكتور احمد، والله جدا كان عندك يعني وزنك كان قد ايه يا استاذ كريم؟ كان وزني 109 109 كيلو اعتقد. جرام 109. بقيت دلوقتي 27، خسيت 27 كيلو. خسيت 27 كيلو ونص. بالظبط. خسيتهم في قد ايه بقى يا استاذ كريم؟ 4 شهور والله، وكنت يعني ما عنديش اي مشاكل مع الاكل. يعني الناس فاكره ان الدايت بتمنع الاكل كله، لا انا كنت باكل عادي وبنزل اتمرن يعني شويه ومش كتير يعني. وقدرت بقى تثبت وزنك؟ ودلوقتي لغايه دلوقتي انا بقل، يعني انا كنت مع دكتور احمد من يومين اصلا، هو بفضل متصور معايا من يومين بس. الصورة نازلة على الهواء طبعا. صورة ففرق فعلا. من يومين بس كريم اتصورت انا وهو نازل 27 كيلو ونص، مقاساته اتغيرت تماما، شكل الجسم بقى مختلف بشكل والنفسية كويس. كمان يا دكتور جلسات احمد. التخسيس طبعا، الجلسات احنا بنشتغل طبعا جلسات لنحت القوام او التنحيف الموضعي، شكل كريم بقى بس حاجة تانية دلوقتي. قبل ده كله بيبقى فيه ترتيب، بيبقى فيه ترتيب تغذية طبعا، في البيت، بيبقى فيه ثقافة التغذية، ان انا ازاي اقدم طبعا لابني، طبعا ازاي انظم وقته، ازاي ان طبعا انا اديه ثقة بنفسه. طبعا ده شيء مهم جدا. زي محمد، انت حضرتك يعني طفل عنده 13 سنة، احنا ان شاء الله عايزين برضو نعمل حلقة للمراهقين في الفترة دي، لان فعلا اكيد ما بيحافظوش على جسمهم اكيد. وتلاقي جسمهم ضعيف، وفي نفس الوقت لما يعملوا دايت من مع نفسهم كده بتلاقي شعرهم وضوافرهم والبشرة، وتلاقي كل صحيح. حاجة صحيح، لازم بتروح. فعلا لازم ناخد بالنا قوي قوي من السن ده، لان هو سن الانطلاق، ان هو يعني بيبدا في الجيل الوقت الجديد، عايز. طبعا جيل ده جديد. سن مهم جدا، بغرس جواه ازاي يكون حياته تكون صحيه. احنا خلاص بقينا، زمان كنا بنقول ده الجيل القديم والجيل بتاع المجهود الحركي وجيل الاجسام الحلوه اللي ما فيش فيها سمنه ولا دهون ولا ترهلات ولا امراض. النهارده بقينا نسمع ونشوف هشاشه عظام عند اطفال صغيرين، بقينا نشوف اطفال صغيرين وبيصابوا بالسكر. فاحنا هنا لازم نعمل توعيه طبعا طبعا كبيره جدا جدا للاطفال والمراهقين في السن ده، علشان فعلا ناخد بايديهم ونوصل لبر الامان. كمان ده وده جيل انا بعمله جديد، الحقيقه. فعلا جيل جديد لازم نحافظ عليه، علشان طبعا يعني بيأثر على استيعابهم في الدراسة طبعا، طبعا. وعلى ذكائهم. والخجل، ان هو انا مش عايزه يبقى خجلان من ان هو وزنه تخين او مليان، مش عارف يلاقي ملابسه، مش عارف. لا، انت تقدر تعمل كل ده. اللي انا عايز اقوله كمان على فكره مام شيرين، ان الطفل او الشاب الصغير ده لما بيوصل لهدفه والوزن كويس، انا بحس ان هو بقى عنده ثقه بنفسه عاليه جدا، ان انا اقدر اعمل كل حاجه. انا وزني كان زايد وخسيت، فانا اقدر اعمل، انا اقدر اجيب
درجات عاليه، انا اقدر اعمل كل حاجه من هنا، انا بغرس جواه الثقه في نفسه. طيب الرياضه لها دور مهم جدا جدا، حضرتك بتنصحهم برياضه يوميه مع نظام غذائي معين؟ ده لازم طبعا. طبعا انا بنصح طبعا دايما بالرياضه، لان الجسم العقل السليم في الجسم السليم، طبعا لازم الرياضه، وبطلبها الحقيقه بشكل يومي ان امكن، ولكن انا بطلب رياضات بسيطه. يعني هو لو انت بتنزل وزنك، المشي نص ساعه في اليوم اهم حاجه، مع تنظيم الاكل، واهم حاجه اختيار وقت الرياضه، ان انا اعمل رياضه. طبعا قلنا قبل كده كتير على معده فاضيه مش على معده ممتلئه. هنبدا نحرك الدنيا دي، وهنبدا نحرك الدهون دي. في بقى طبعا معلومات كتير خاطئه، الناس بتيجي تكلمني يعني انا بشرب ميه سخنه الصبح على الريق علشان تسيح الدهون. هي الدهون مش قطع تلج، تصحى الصبح تقول لا ده انا اول حاجه هشرب كوبايه وكمان دافيه يعني. ايوه دافيه طبعا. فده مشكله. هي الدهون مش قطع تلج هحط عليها ميه سخنه عشان تسيح. الدهون ده كيان من الخلايا، لازم نتعامل معاها بشكل صحي وبشكل علمي سليم. طيب. هينزل عن طريق برنامج غذائي وبرنامج رياضي. ما ينفعش اخد ميه سخنه الصبح، ما تعذبش نفسك، اشرب ميه ساقعه عادي الصبح، انا مش عايزك تعذب نفسك. وميه بليمون، انا باخد ميه بليمون الصبح علشان تسيح الدهون. ميه بليمون، الليمون هناخده ده سورس اوف فيتامين سي، علشان ده مضاد للعدوى البكتيريه والعدوى الفيروسيه، واقدر اخد فيتامين سي مهم لكل حيويه الجسم، وانتي اوكسيدنت قوي جدا، لكن هو ملوش علاقه بالدهون. يعني ما ينفعش اخد كوبايه ميه بليمون الصبح. هي طبعا يعني ممكن تفيدنا، بس المفروض على مدار هي بس ما بتخسش، الناس ما تفتكرش ان هي بتدي، خصوصا لما يكون وزنه يعني يا دكتور معدي يعني. بس كمان شوي الماده الحمضيه او السيتريك اسيد في الليمون الصبح على معده فاضيه انا لا افضله ابدا. يعني خده حضرتك قبل الغداء قبل العشاء، بس بلاش على معده فاضيه. على معده فاضيه الصبح هيك تصحى من النوم كوبايه ميه مع حبه فاكهه، ثمره فاكهه، تفاحه، برتقانه، اي حاجه، ساعتها ده الاصح والانسب. طيب كمان اللبن منزوع الدسم، هل الناس كتيره برضو بتحاول تعمل مثلا اي حاجه من غير يعني لبن منزوع الدسم، مش لبن كامل؟ صحيح. الدسم هل ده بيفرق يا دكتور؟ الفايده هي اللبن حضرتك منزوع الدسم هو نفس الفايده بتاع اللبن كامل الدسم. اللبن كامل الدسم الفرق بينه وبين منزوع الدسم ان ده منزوع الدهون، لكن هو اللبن احنا بناخده كسورس اوف كالسيوم، انا عايزه اخده علشان الكالسيوم للعظم للعظام بتاعتي. فانا باخده برضو عادي جدا للعظام، ما فيش عندي مشكله خالص، ولكن هو بيبقى منزوع الدهون. فبالعكس، لكن الاطفال الصغيرين لا، انا محتاج ادي لهم لبن كامل الدسم. اللبن كامل الدسم هيبقى مهم جدا للاطفال، لان انا محتاج فتره البناء دي ان هو ياخد الدهون اللي موجوده في اللبن. بس نفس الفايده، نفس يعني الفايدة. نفس الفايدة، هو نسبة الكالسيوم هي، فما عنديش مشكلة خالص يعني. ما فيش مشكلة. طيب مشكلة. ايه كمان المفاهيم الخاطئة؟ يعني في ناس دلوقتي بتتبع ان انا بعمل رجيم موز بس، يعني انا طول اليوم ما اكلش غير فاكهة الموزة دي وخلاص، هل ده كفاية يا دكتور؟ وايه الخطأ في ده كمان يعني، عشان احنا بنبني جسم مش يعني هزار او لعب. بصي حضرتك، احنا بنمشي دايما في البرامج بتاعتنا بناخد برامج متوازنة تشمل جميع العناصر الغذائية اللي بيحتاجها جسمك، فأنا ضد إن احنا نمشي على عنصر واحد من العناصر دي. دي برامج كيميكال، اللي هو أنا أمشي طول اليوم موز، أو أمشي طول اليوم فاكهة، أو أمشي طول اليوم بروتين. البرامج دي أثبتت فشلها طبعا، لأن الجسم بيحتاج نشويات، بيحتاج دهون، بيحتاج ألياف، بيحتاج كل العناصر الغذائية أنا بحطها، لأن القاعدة عندنا الأساسية ربنا شرعها، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، يبقى لا افراط ولا تفريط. هاخد جميع العناصر الغذائيه اللي جسمي محتاجها، ولكن بدون افراط او تفريط في عنصر. هي المشكله كده يا دكتور احمد، ان احنا فعلا عندنا مفهوم خاطئ، واحنا لازم فعلا نصححه في التغذيه السليمه كمان. يعني ما زودش قوي في الحاجه، وفي نفس الوقت ان انا اظبط كل حاجه بمعدل كويس. أكيد اصل انا ابني هياخد مني المعلومات دي، وهياخد مني ثقافتي في الاكل، وهياخد مني اسلوبي وانا قاعده في طريقه الاكل طبعا. صح. فده في البيت طبعا كل ده انت حضرتك بتورث لابنائك العادات الغذائيه الصحيحه. لو انت عودتهم ان انا بالليل في العشاء ما ينفعش يبقى العشاء تقيل، مش هيطلعوا ياكلوا في العشاء تقيل. هاكل اخد وجبه الفطار وجبه متوازنه، والغداء متوازن، والعشاء خفيف، وقبل النوم بثلاث ساعات. فدي بتبقى عادات متوارثه في البيت وفي العيله. مظبوط. انما ان انا امشي بقى على برنامج بروتيني،
او برنامج كيميكال، البرامج الكيميائيه طبعا دي بتضر الجسم على المدى البعيد، او الكيتوجينيك دايت يعني برنامج الكيتو ده غزا مصر كلها، بقى الناس كلها بقت بتقول لك انا عايز امشي كيتو، وهنا طيب هيهاجموني لو هاجمت الكيتو يعني. طيب يا دكتور احمد، احنا عايزين تقول لمشاهدينا قبل ما الحلقه خلاص، يعني عايزين بقى يعني دايت كده خفيف ليهم وهم قاعدين كده بالليل. طيب خصوصا يعني. طيب هو احنا عايزين نقول انه علشان ادي دايت لكل الناس يمشي مع كل الناس هو هيبقى صعب شويه، بس احنا نقول على بعض التعليمات او النصايح البسيطه اللي بيها تقدر تحافظ على وزنك او تنزل وزنك لو انت وزنك زايد. اول حاجه الصبح اول ما تصحى من النوم حضرتك محتاج تاخد لازم وجبه فطار متوازنه. وجبه فطار متوازنه عباره عن رغيف بلدي صغير، وهاخد معاه قطعة جبنة قريش أو بيضة مسلوقة أو حتى بيضتين مسلوقين، وأخد معاهم شرايح خيار وطماطم، وأخد معاهم شاي أو قهوة. ده فطار متوازن وسليم ويمشي مع كل الناس. مفيش جبنة ممكن أخد بيض، مفيش بيض أخد فول، يعني أي بروتين نباتي أو حيواني أقدر والسلطة أخده، وأخد مع السلطة اللي هي شرايح خيار وطماطم. حلوة قوي قوي. طبعا السلطة مهمة جدا، وده حلو كمان لأي سن، 13 سنة 16 سنة. أنا عايز طبعا عشان أعمل دايت وأنا شعري ما يقعش، بشرتي ما تكونش باهته، ضوافري ما تتكسرش، لازم اخد دايت متوازن يكون طيب. فيه طبعا السلطات دي مهمه جدا جدا. طيب يا دكتور طبعا بشكرك جدا على الحلقه الجميله دي، وان شاء الله بقى نعمل حلقه على سن فعلا المراهقين في التغذيه السليمه والدايت السليم، طبعا عشان الفتره دي بتبقى صعبه عليهم. أهلا جدا، اهلا وسهلا بيك، بشكرك جدا على اللقاء الجميل ده. وانا مبسوط جدا، واهلا وسهلا بيك يا استاذ، شكرا جزيلا. مشاهدينا يا رب تكون الحلقة عجبتكم، وبنشكر طبعا ضيفنا العزيز النهاردة الدكتور أحمد عبد المنعم أخصائي التغذية والسمنة وعضو الجمعية الأمريكية التغذية العلاجية. طبعا أهم حاجة صحتنا ولازم نخاف عليها كويس جدا، والغذاء شيء مهم جدا في حياتنا، ولكن بحرص شديد ما نزودش في أي حاجة زيادة عن اللزوم بتقلب العكس معانا. أشوفكم في موضوعات جديدة وحلقات مختلفة، وإلى اللقاء.